قدرت الفنانة إليسا أن تحقق نسبة استماع عالية جدا لأغنيتها سهرانة يا ليل، وفي أول يوم من طرح الأغنية قدرت تحقق أكتر من 4 مليون مشاهدة عبر تطبيق أنغامي واللي انفردت ببث الأغنية. وأغنية سهرانة يا ليل من ضمن أغاني ألبوم إليسا الجديد واللي ناوية تنزله في شهر أغسطس اللي جاي، وبيضم حوالي 14 أغنية، وهو من إنتاج شركة روتانا. وأغنية سهرانة يا ليل من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع يحيى يوسف. واختارت إليسا أفيش جديد لأغنية كنوع من الدعاية. وظهرت إليسا في الأفيش وهي جوه حمام سباحة سهرانة بتفكر وحواليها ناس كتير بيبصوا عليها. وفكرة الأفيش معبرة جدا عن الأغنية ومعبرة أكتر عن فصل الصيف اللي نزلت فيها الأغنية. وأكدت الفنانة إليسا أنها ناوية تضم أغنية ياريت لألبومها الجديد، وخاصة لأن الأغنية قدرت أنها تحقق نسبة استماع عالية جدا على اليوتيوب.